ونشكر جميع الحضور وأدعو رجاء المكرمات أن يتقدمنا إلى هنا أو إلى فوق الخشبة لأخذ صورة جماعية. والتصفيق كذلك لهذا الجوق الشاب، لهذا الجوق المتخرج من مختلف المعاهد الموسيقية الوطنية، والذي سيحمل مشعال السنوات القادمة في ترسيخ موسيقانا الأندلسية كما تركها لنا عمالقة هذا الفن أبويا أحمد الوكيلي، الريس محمد العربي التمساماني، ومجموعة أخرى من عمالقة فن الطرب الأندلسي ببلادنا. شكرا لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل من مصورين ومهندسي صوت ومن عازفين ومن كورال ومن العارضات الجميلات اللواتي كذلك أبدعنا في تقديم هذه العروض. وشكرا جميلا لكل أعضاء جمعية أبناء وبنات زريان، فتحية لهم جميعا وتحية مجددة لرئيس الجو السيد محمد بن علان العواني، وكذلك للمدير الفني ربيع اليعقوبي وللفنان المنشد إبراهيم القادم.